مهرجان طيور والطبيعة المقام بالقليعة هو أول نشاط وطني لطيور جزائرية 100%. مهرجان طيور والطبيعة اللي حيندار في مدينة القليعة تابع لولاية بازا. هذه سي لا بروميير اديسيون، ان شاء الله كل عام في اكتوبر تكون كاينه كل عام هذه لاديسيون. جهه تاع ليكسبوزيسيون مهرجان باش الناس تعرف نعرفوا مع الطيور، وفيه صنف كناري الشكل هذاك لو كونكور المسابقه. الوغ انا مربي من مدينه قسنطينه، جيت شاركت في البطوله تاع مدينه القريعه لاول مره اللي تنظم هنايا، ولي تبين لاريشاس الغناء تاع المربيين عندنا، نوعية الطيور موجودة الله يبارك. أنواع كثيرة تزين بها المعرض. عندنا ليرازا، ليرازا إسبانيول، يمتاز هو أصغر كناري ويمتاز بالحجم الصغير. رازا إسبانيول، رازا إسبانيول ميلانين باناشي أتونسيف. وعندنا ليرازا، رازا إسبانيول ميلانين باناشي أتونسيف. وعندنا لو جلوستر كورونا والجلونستر كونسور. جينا باش الناس نعلموها باش واش تعرف دير مع الببغاء واش كامل تما، ماذا بينا تتطور علاقه تربيه الببغاء هذه، ما بقاوش غير هكذايا. جينا لهنا باش نتعرفوا على مهرجان الطيور، كاين طيور بزاف اللي ما كناش نعرفوهم، دوكا حنا ولينا نعرفوهم، وفي الشكل وفي الالوان وعجبونا بزاف. مهرجان الطيور الذي ادخل البهجه والحب هدفه حماية الطيور وتوعية الإنسان الذي لا يعرف قيمتها إلا بعد انقراضها.